يمكن اكيد الخبر اللي انا قلته لحضراتكم النهارده ده مفيش حد كان اسعد منه ما سمعه الا اللاعبين. معانا على التليفون طبعا نجم منتخبنا الوطني للاسكواش والمصنف الاول عالميا كابتن علي فرج. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء النور بتاع حضرتك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، والله سعيد ان انا اكون مع حضرتك. أنا مبسوطة وسعيدة جدا إن أخيرا الحلم اللي كلنا كنا بنحلم بيه خلاص، يعني بيقولوا فاضل على الحلو دقة. قول لي بقى، سمعت أو تلقيت الخبر ده إزاي؟ والله واحنا من اسبوع كده جالنا خبر ايميل من منظومه المحترفين انه احنا خلاص بقينا شورت ليستد، ويعني او خلاص بقينا من ضمن الاسماء اللي مرشحين بشده، بس هيتاكد يوم الاثنين امبارح. فطبعا كلنا بقالنا اسبوع حاطين ايدينا على قلبنا زي ما بيقولوا يعني، ونفسنا جدا ان الموضوع يحصل، لانه حلم زي ما حضرتك قلتي بقالنا كتير بنحلمه. كان في يعني فقدان امل بعد فترات كتيره ومحاولات كتيره، بس لما جالنا طبعا زي ما هي بتقول يعني حلم اي رياضي انه يلعب في اكبر مسرح رياضي في العالم، وهو واعرق بطوله في تاريخ الرياضه وهي الاولمبياد، فانها تحصل الحقيقه الاسكواش يستحق من زمان، وكلنا فخورين جدا جدا، وان شاء الله نقدر نرفع علم مصر ونحصد ميداليات في الرجال والسيدات ونرفع علم مصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله قادرين. ولكن خليني في البدايه، طيب عايزه اطمن عليك، اسباب الانسحاب ايه من المشاركه في بطوله جراس هوبر، وايه الاسباب؟ وطمنا عليك، يعني الامور تمام ولا ايه؟ والله الامور زي الفل الحمد لله. بس حضرتك عارفه في مسيره اي رياضي يعني بيبقى فيه فترات مجهده زياده عن اللزوم، ولازم الواحد يعرف يختار بطولاته بشكل ذكي بالذات مع تقدم السن، فببقى مش عايز العب بطولات كتيره واحرق نفسي يعني. فانا حسيت ان انا كنت بلعب بطوله باريس وراها بطوله قطر وراها بطوله امريكا المفتوحه، ورجعت وهبقى مسافر تاني يوم سويسرا، حسيت ان انا اروح ممكن يسبب اثر سلبي على جسمي وعلى لياقتي الذهنيه كمان، فقلت احسن ان انا اتمرن للبطولات القادمه ان شاء الله في سنغافوره اول واحده كمان 3 اسابيع. قلت لي الاولمبياد حلم اي رياضي في تاريخه. شايف ان القرار ده اتاخر بشكل كبير وظلم ناس كتير ممكن ما كانتش تقدر تشارك في الاولمبياد قبل كده، او ممكن كمان ما تشاركش في 2028؟ اكيد اكيد بلا شك ان القرار اتاخر، لانه السبورت زي ما قلت الحقيقي يستاهل انه يبقى في الاولمبياد من يمكن اكتر من 30 40 سنه، ولكن ما نقدرش نقعد بقى نبص على الماضي ونتضايق. احنا دلوقتي عندنا خبر سعيد جدا، ونقدر نركز في الحاضر والمستقبل، وزي ما كابتن كريم قال نشتغل اكتر وبجديه اكتر عشان نقدر نحقق حلم مصريين كتير ونحصد على ذهبيه بقى لنا كتير ما حصدناش عليها ان شاء الله. كابتن علي، في 2028 ان شاء الله، يعني ربنا يدينا العمر، هيكون عندك 36 سنه. هل ده هيكون مناسب للاستمرار في المنافسة؟ ويعني دايما بيقولوا الوصول للقمة صعب، ولكن الحفاظ عليها أصعب بكتير، وانت ما شاء الله مصنف أول عالميا. الحمد لله. زي ما حضرتك بتقولي هو الموضوع مش سهل، يمكن مع تقدم التكنولوجيا في مجال الرياضة الناس أعمار الناس اللي بقت تكمل، بنشوف رونالدو وميسي وجوكوفيتش وفيدرر في الرياضات المختلفة بيكملوا الأعمار أكبر، ولكن من هنا الاربع سنين ونص قدام حاجات كثيره جدا ممكن تحصل. انا هفضل اشتغل على الحلم واحاول على قد ما اقدر اوصل له، والله قدرت يبقى يا ريت، لو ما قدرتش واثق في زملائي وزملاتي ان هم ان شاء الله يقدروا يجيبوا الميداليه لمصر، فسواء انا او غيري ان شاء الله يا رب نقدر نحقق الحلم ده اللي بقى لنا كتير قوي كلنا مستنيينه يعني. انا بقول لك الكلام ده عشان انا عارفه ان لعبه السكواش لعبه صعبه جدا وبتحتاج مجهود بدني وذهني وفتنس عالي جدا، يعني حتى في مرحله الشباب والانطلاق بتحتاج منكم مجهود كبير جدا. عشان كده بس أسألك بعد 5 سنين موقفنا ممكن يبقى عامل ازاي؟ شايف ان بعد انضمام السكواش للاولمبياد الخريطه العالميه هتتغير؟ ما اعتقدش تقدر تتغير في خلال 4 5 سنين، بس هي اوريدي بتتغير بقالها. هم بدأوا يشتغلوا عليها من شويه. بالظبط بقى لهم 10 سنين كده، بالذات الشرق الاقصى وامريكا اكتر حاجتين بيسببوا او يعني مركزين في اللعبه، عشان عارفين ان اللعبه بتكبر بشكل كبير، وعايزين يعني بالذات في السيدات في 3 أو 4 بنات في تصنيف ال 20 الاولانيين على العالم في امريكان، فده يدل قد ايه هم مركزين، والولاد برضه بيحصلوهم، فده قد ايه هم مركزين، والشرق الاقصى برضه مركزين بشكل كبير. فاحنا عارفين ان الخريطه هتتحسن، بس احنا دي في مصلحه اللعبه، انتشار اللعبه دي حاجه كويسه للعبه، بس احنا واثقين ان شاء الله زي ما كابتن كريم بيقول ان احنا عندنا موهبه في اللعبه، مختلفين في طريقه لعبنا، ومع الدعم من القطاع الخاص في مصر ومن الدعم الدوله ان شاء الله نقدر يا رب نحافظ على التصنيف ده وعلى ان احنا نتربع على عرش اللعبه يعني. احنا كمان واثقين فيكم، وان شاء الله القادم يكون افضل، ودايما محافظين على التصنيف الاول العالمي. كابتن علي فرج انا بشكرك.
شكرا متشكر جزيلا، لحضرتك جدا، بتمنى لك التوفيق شكرا. ان شاء الله فيما هو قادم. كان معنا طبعا على التليفون علي فرج، المصنف الاول عالميا، بطل منتخب مصر للاسكواش ووادي دجله. كل التوفيق ان شاء الله للاسكواش المصري، قادرين باذن الله. احنا عندنا اجيال كتير، مش الصف الاول اكيد واثقين في الصف الاول، لكن عندنا جيل واثنين وثلاثه، ودايما بقول الاجيال بتسلم اجيال، ومصر فيها كتير قوي، فيها مواهب كتير، كل يوم ان شاء الله عندنا بطل. خلينا